السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسى نبي، عيسى نبي، وكل من له نبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحبابي وأصحابي كل سنة وانتم طيبين، وأهلا بيكم معايا النهاردة إن شاء الله فيديو جديد من يوميات أبو البنات. أنا بعمل إيه هنا وإيه المكان اللي أنا موجود فيه دوت؟ أولا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. المكان اللي أنا موجود فيه دوت دي محطة سكة حديد من ضمن المحطات اللي موجودة على مستوى القاهرة، وده مكان شغلي، والمفروض إن أنا مسؤول النظافة هنا في المكان ده. بعمل ايه النهارده؟ جدول التشغيل بتاعي شغلني في العيد، فطبعا احنا تحت امر شغلنا، وكل سنه وانتم طيبين. وزي ما انتم شايفين المحطه زي الفل اهيت وتمام التمام. طبعا ده مكان شغلي وانا واقف فيه وشغال فيه. طبعا يعني انا سجلت معاكم الصبح وانا بصلي العيد، ومن صلاه العيد جيت على هنا طبعا استلمت شغلي. ودي طبعا ظروف بتجبر الواحد ان هو يجي شغله في يوم عيد، ده طبيعي، احنا حاجه خدميه يعني. حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. طبعا انتم سامعين الميكروفون بينادى على القطر. في مشكله معلش بالنسبه للفيديوهات بتاعتي اللي كانت بتنزل على الفيسبوك، ان معظم الناس ما كانتش بتعرف تشوفها كويس، كانوا يدوسوا عليها، دخلهم على حاجه غريبه وتسجيل دخول. فانا ان شاء الله انا حليت المشكله دي باذنك يا رب يعني. فان شاء الله اي فيديو انا انزله هيتعمل مشاركه على الفيسبوك، فهتلاقيه هتدوس عليه هيدخلك على اليوتيوب على طول من غير اي مشكله. طبعا اتمنى ان انتوا تقضوا يوم كويس في العيد، ما تتقلوش في اللحمه عشان اللحمه تتعبكم بعد كده. طبعا كله ترمس كتير، ترمس مفيد جدا قوي قوي قوي. وطبعا عايز اقول لكم حاجه كويسه قوي والله بصراحه يعني، على قد ان انا النهارده ان شاء الله موجود في المكان شغلي، مش موجود في البيت، بس صدقني ان انا يعني سعيد بوجودي في وسط الناس اللي شغالين معايا واصحابي، ان انا مقضي معاهم يوم كويس. جبنا فطار واكلنا مع بعض وعملنا جبنه، وكان فطار جميل قوي 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 بصراحه، وحاجه جميله والله العظيم ثلاثه يعني. من القليل قوي، عارف انت لما تقضي العيد في وسط عيالك وكده وبتاع بيبقى له طعم تاني، بس اما تيجي تقضيه مع زمايلك في الشغل وتقعد مع بعض وتاكل وتشرب جمال اكتر يعني. زي ما انتم شايفين المكان ده طبعا محطة سكة قطر، وطبعا بعد التعديلات الأخيرة والجمال اللي انتم شايفينه، حاجة بصراحة الواحد يفرح لها قوي قوي يعني. ربنا يبارك في الناس المسؤولة عن الهيئة الجميلة ديت، بتخدم الناس كتير قوي قوي قوي، ومعظم الناس يعني يمكن اللي ما يعرفش السكة الحديد أو كده او ما تعاملش معاها، فممكن ما دماغه ما تودوش انه عادي، لا بالعكس انا شغال في السكه الحديد، بتخدم ناس كتير قوي قوي قوي، لها اهميه قوي قوي، ولازم نحافظ، لازم كل واحد فينا يحافظ على مكان على الحال. واحد بيركب قطر بيسافر فيه، لازم تحافظ على المكان اللي انت فيه، لان فعلا المكان دوت واخد بالك بيأدي لي خدمه، فانا لازم احافظ عليه. زي ما انتم شايفين طبعا قطر معدي اهوت في الوقت اللي